على الدنيا واللي يلهفون ويخونون، انت ما بغيتهم راح دور لاهل المروءات اللي يقبلون الاماره مشهم معك. هذا الذي اشير عليك به، ما اقدر لا باشير على آل الدين يتنازلون لك ويجون يمسكون الوظائف، ولا بأرخص لك تمسك أهل الدنيا توليهم رقاب خلق الله والأمانة التي لا يقومون بها. لكن ابحث عن أهل المروءات، يعد شرفهم ومروءتهم تحجزهم عن أن يغشوا ويخونوا. ولهم هؤلاء معك، شوف كيف أحوال الناس وأحوال تأثير الدين فيهم وكيف تغير الأفكار. مع أن النداء هو النداء، نداء الحق رسوله هو ماشي تغير فيه ولن يتغير شيء إلى أن نلقى الله وإلى أن تقوم الساعة ويرجع الكل إلى رب الكل سبحانه. قرأ. وكان الحسن يتكلم في بعض علماء البصرة ويذمهم، وكان أبو حازم وربيعة المدنيان يذمان علماء بني مروان، وقد كان الثوري وابن المبارك وأيوب وابن عون يتكلمون في بعض علماء الدنيا من أهل الكوفة، وكان الفضيل وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أصباط يتكلمون في بعض علماء الدنيا من أهل مكة والشام. كرهنا تسمية المتكلم فيهم متكلم فيهم، لأن السكوت أقرب إلى السلامة. وإنما احتاجوا لذلك في وقتهم نصيحة للناس وتحذيرا من السوء، فاحتاجوا لذلك. قال خلاص قد ماتوا ما عاد لنا حاجة نذكر أسمائهم، وهكذا مثل كل علم. ولكن ناس ممن لم يسلكوا مسلك التقوى والعلم ينبشوا عن الماضي، اللي قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، اللي قبل 400 سنة، اللي قبل 600 سنة، اللي قبل 1000 سنة، اللي قبل 1400 سنة، وينبشون لك تنبيش ويقول لك قم تعال الآن وامتلي غيظ وحقد وسب. لا حول ولا قوة، هذا دين، هذا تقوى، هذا ملة، إيش هذا؟ هذا طغيان وتسلط شيطان، وكأنهم بيحاسبون الناس الذي مضوا قبل سنين. ألا ستحاسب على أقوالك أنت وأفعالك أنت وأعمالك أنت، ومن مضى قد مضى والله ولي الكل، فانتبه لنفسك. وإن أصغر ذنب من ذنوبك أشد عليك في القيامة وأضر عليك وأخوف عليك من أكبر ذنوب الخلق الآخرين كلهم. ما بيطغى قبل على أصغر ذنب من ذنوبك، أما ذنوب الآخرين لا بيحاسبك الله عليه ولا بيعاقبك عليه ولا بيخاطبك به. انظر لنفسك إيش تقول وإيش تفعل أنت. اقرأ. وكان بشر يقول حدثنا باب من أبواب الدنيا. ليش؟ لأنه ظهر بينهم الافتخار بعلم الحديث، وعلم الحديث أصله ما أعظم منه كلام رسول الله. نعم، لكنه نور وتقوى وذوق، فأخذ كثير من الناس يفتخرون بأنه لقي الشيوخ وعنده الأحاديث وأنه يحدث من دون أن يتحقق ويعمل، فرجعوا يقول بشر بن الحافي عليه الصلاة حدثنا باب من أبواب الدنيا. قال هذا خرج، ما عاد دين أبدا ولا عاد علم ولا دين، إلا واحد من أبواب الدنيا. ليش يعني؟ للذين استعملوه لغرض الدنيا والنفوس واتباع الهوى. قال حدثنا سيدنا أويس القرني في عهد التابعين، عهد الصحابة، باقي أدرك من أدرك منهم يقولوا له حدثنا. قال لا أنا ما أدركت رسول الله. لما لقيه هرم بن حيان يقول له حدثني به، قال لا أنا ما أدركت رسول الله، وإنما رأيت أصحابه وسمعت عنهم من حديثه، ولكن لا أفتح نفسي هذا الباب. لا أحب أن أكون محدثا ولا قاضا ولا مفتيا. وعاد ما ظهر التصنع بالحديث في ذاك الوقت، لكن أويس يحذر لنفسه، أويس يقوي معاني قدسه، أويس متطهر في نفسه عن كل ما يخالط الإنسان من خبثه ورجسه. فلذلك قال ما أنا قاضي ولا مفتي ولا محدث، أنا سمعت من الصحابة حديث عن النبي، لكن ليش حدثك؟ ما بتحصلها موجودة وبتستفيد منها، لكن بتقول حدثنا أويس؟ لا، ما أنا محدث. الله يرضى عن أويس. وأويس بهذا المفاهيم وهذه الثقافة هو في نظري صاحب النبوة كريم أم لا؟ شريف أم لا؟
رفيع القدر يملأ، هو مثنى عليه بلسان صاحب النبوة، هو صاحب الثقافة هذه، صاحب النظريات هذه، مثنى عليه بلسان صاحب النبوة. وأصل الحديث عنه جاء في صحيح الإمام مسلم، يذكره النبي وهو لم يره في عالم الظاهر، ويمجده ويمجد شانه، وكان عليه رضوان الله تبارك وتعالى مظهر من مظاهر الزهد والعبادة، رأس من رؤوس التصوف في الأمة رضي الله تعالى عنه، وهو مثنى عليه من قبل النبي محمد. بل جاء في الروايات في الحديث إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع، فيشفع في عدد كربيعة ومضر، وذول المئات الألوف والملايين من العرب قبيلة ربيعة ومضر يشفع في عددهم أويس القرني. من أويس؟ قال مجهول في الأرض معروف في السماء. تأتي بعض الليالي يقول الليلة ليلة القيام، ينتصب قائما لله في الصلاة حتى يطلع الفجر، ثم يأتي ليلة ويقول الليلة ليلة الركوع، ويقوم ينتصب قائم فيركع فيبقى راكع إلى أن يطلع الفجر. الليلة ليلة السجود، ينتصب يركع يقوم يسجد ففي سجدته محله إلى أن يطلع الفجر. ها هكذا كان بعض الليالي يمر على بعض الصبيان يقولون ذا مجنون، يرمونه بالحجارة، وإذا رموه بالحجارة يقول يا أولاد إن كان لابد ترمون بالحجارة صغير صغير شنو صغير صغير، خاف تكسروا رجلي عجز عن القيام في الليل. قال بعد ما أقوم في الليل السلف أحسن أحسن، خذوه من الصغار صغار رمونا بها. إيش هذا القلب؟ إيش هذا النفس؟ ها هذا إيش التزكية هذا رضي الله عنه؟ إيش يجي في عند المزبلة يأخذ الكسر المرمية من الطعام الصالح للأكل، ينظفها يغسلها يأخذها يأكل بعضها ويتصدق ببعضها. ففي بعض الساعات يأتي من هناك كلب يريد يأكل، إذا ينبح، إذا نبح يقول يا كلب خذ مما يليك وأنا مما يليني، أنت من الشكذا وأنا من الشكذا، تحصل شلو لي أنا أحصل جل. خذ مما يليك وأنا مما يليني، فإن أنا جزت على صراطي في القيامة فأنا خير منك، وإن أنا سقطت في النار لما جزء على الصراط فأنت خير مني. قلوب يراها الله كيف صدقت معه، كيف هابت جلاله، كيف انتزع منها العجب والكبر والرياء من أصله، كيف عبدته حق عبادة الإخلاص والصدق. هكذا القلوب، ها ما رضي يتكبر حتى على كلب، واحد يصلي في الجماعة ومتكبر على من على يمينه ومن على يساره، فيا ليته صلى وحده في الدار ولا تكبر أفضل. يا مصلح القلوب يا منورها، نور قلوبنا وأصلحها. بعده كان بشر يقول حدثنا باب من أبواب الدنيا إذا سمعت الرجل يقول حدثنا وإنما يقول أوصعوا لي. فقد كان سفيان الثوري إمامه من قبله يقول لأهلي من الظاهر طلب هذا ليس من زاد الآخرة. فقال ابن وهب ذكر طلب العلم عند مالك، فقال إن طلب العلم لحسن وإذا نشره لحسن، إذا صحت فيه النية، ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى تمسي ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فلا تؤثرن عليه شيئا. وقال أبو سليمان الداراني إذا طلب الرجل حديثا أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد كان ركن إلى الدنيا. فأما علم الإيمان والتوحيد وعلم المعرفة واليقين فهو مع كل مؤمن موقن حسن الإسلام وهو مقامه من الله وحاله بين يدي الله ونصيبه منه في درجات الجنة، به يكون من المقربين عنده. والعلم بالله تعالى والإيمان به قرينان لا يفترقان، فالعلم بالله تعالى هو ميزان الإيمان،
به يستبين المزيد من النقصان، لأن المظاهر الإيمان يكشفه ويظهره، والإيمان باطن العلم يهيجه ويشغله، فالإيمان مداد العلم وبصره. فالإيمان مداد العلم مدد العلم وبصره مدد العلم وبصره. والعلم قوة الإيمان ولسانه، وضعف الإيمان وقوته ومزيده ونقصه بمزيد العلم بالله عز وجل ونقصه وقوته وضعفه. وفي وصيته نعم، أشرف العلوم العلم بالله الحي القيوم بأسمائه بصفاته بجلاله بهيبته بعظمته بكبريائه بقدسيته بعلوه ببقائه بدوامه بتفرده بوحدانيته بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر رسوخ الإنسان في هذا العلم يكون إيمانه، كلما قوي الإيمان اتسع العلم، كلما اتسع العلم قوي الإيمان. العلم بالله وأسمائه وآياته وأحكامه على الحقيقة، والإيمان بالله مرتبطان، يزيد هذا بهذا وهذا بهذا، يقوى هذا بهذا وهذا بهذا، إذا ضعف هذا ضعف هذا، إذا قوي هذا قوي، إذا اتسع هذا اتسع هذا، إذا ضاق هذا ضاق هذا. فالله يوفر حظنا من العلم به والإيمان به. آمين. اقرأ. وفي وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. ومثل المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان كمثل النشاء من الدقيق من الصديق من الحنطة، والحنطة تجمع ذلك كله، كذلك الإيمان أصل ذلك، والمشاهدة على فروعه كالحنطة أصل هذه المعاني، والنشاء على فروعها. فهذه المقامات موجودة في أنوار الإيمان يمدها علم اليقين ثم يا بني، يقول لقمان الحكيم كما لا يصلح الزرع، واحد يريد له زراعة وينشئ إلا بالماء والتراب، صحيح ولا كيف يجي الزرع؟ قال كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل، ولا ماشي إيمان. ممكن زرع من دون ماء وتراب؟ ما يمكن. إيمان من دون علم وعمل؟ ما يمكن إلا بالعلم والعمل. وبعد ذلك قال المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان مثل النشاء، نشاء من الدقيق من السويق من الحنطة، فالحنطة البر هو الأصل، يتحول إلى سويق ويكون منه النشاء فيعمل فيتحول إلى سويق، لكن أصله من الحنطة، والحنطة تجمع ذلك كله. كذلك الإيمان أصل، المشاهدة أعلى فروعه. نعم. ثم إن المعرفة على مقامين: معرفة سمع ومعرفة عيان. فمعرفة السمع في الإسلام وهو أنهم سمعوا به فعرفوا، فهذا هو التصديق من الإيمان. ومعرفة العيان في المشاهدة وهو عين اليقين. والمشاهدة أيضا على مقامين: مشاهدة الاستدلال ومشاهدة الدليل عنها. فمشاهدة الاستدلال قبل المعرفة، وهذه معرفة الخبر وهو بالسمع، لسانها القول، والواجد بها واجد بالعلم أي وحدها علم. والواجد بها واجد بعلم، واجد بعلم يعلم علم اليقين، علم اليقين. من قوله تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. فهذا العلم قبل الوجد وهو علم السمع، وقد يكون سببه التعليم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا اليقين أي جالس الموقنين، واسمعوا منهم علم اليقين لأنهم علماؤه. وليس العلم الذي يورث اليقين مجرد علم الأحكام والمسائل، ولكن العلم بصفات الله وآياته وأخبار أنبيائه ورسله. ثم من أقوى أسباب تحصيل اليقين مجالسة الموقنين، مجالسة الموقنين. لا إله إلا الله. بعده: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه وعنكم: وأما مشاهدة الدليل فهي بعد المعرفة التي هي العيان، وهو اليقين
لسانه الوجدي والواجد بها واجد. ورب وبعد هذا الوجد علم من علم اليقين، وهذا يتولاه الله تعالى بنوره على يده بقدرته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فوجدت بردها وعلمت. فهذا التعليم بعد الوجد من عين اليقين باليقين، وهذا من أعمال القلوب. وهؤلاء علماء الآخرة وأهل الملكوت وأرباب القلوب، وهم المقربون من أصحاب اليمين. وعلم الظاهر من علم الملك، وهو من أعمال اللسان من علم الملك وهو من أعمال اللسان. والعلماء به موصوفون بالدنيا، وصالحوهم أصحاب اليمين. وجاء رجل إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: أخبرني عن رجلين، أحدهما مجتهد في العبادة كثير العمل قليل الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين يعتريه الشك في أموره. فقال معاذ رضي الله عنه: لا يحبطن شكه أعماله. قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب. فسكت معاذ. فقال الرجل: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره لا يحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال: فأخذ معاذ بيده وقام قائما ثم قال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا. وقد رأينا معناه مسندا قيل: يا رسول الله، رجل حسن اليقين كثير الذنوب، ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين. فقال: ما من آدم إلا وله ذنوب، ولكن من كانت غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب، لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة. ورأينا في حديث أبي ممتع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أقل ما أتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار. اليقين وعزيمة الصبر من أقل ما أتيتم، يعني ما يناله منكم إلا القليل، وهو من أقل الأشياء التي توهبونها وتعطونها وتحصلونها، قوة اليقين وعزيمة الصبر. فينبغي الإنسان يحرص عليهما ويبحث عن تقويتهما وعن حظ منهما، اليقين وعزيمة الصبر. فهي بعد ذلك إذا حصلت هي التي ستدفع. فما ينبغي له سواء من قيام ليلة أو صيام نهار وغيره هي التي ستدفع، هي التي ستقيمه، وهي التي ستحرق قلبه بالندم عند الوقوع في أي خطيئة، وهي التي تجعله يرتجف من خشية الله تعالى. فبذلك لا يغبط الذين يكثرون ظاهر العبادات وصبرهم قليل ويقينهم قليل، لا يغبطهم، أن أولئك يفسدون أعمالهم الكثيرة كلها بقلة الصبر وبقلة اليقين، فلا تفيدهم شيء، ولكن القليل من عمل هذا يرتفع فوق، وهو بحكم يقينه وصبره سيكون حسن الانقياد للأمر، وسيكون محترزا عن الذنوب أكثر من غيره، ووقع في شيء منها اقترن وقوعه فيها بالندم الشديد والهيبة الكبيرة واستشعار الخطر الأكبر وحسن الرجوع وقوة الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. ولا كذلك ذاك الغافل الذي يكثر عبادات وطاعات كثير ولا يحاسب نفسه، يتكلم على الناس ولا يبالي، ينفخ في وجوه الناس ولا يبالي، يقصر في حقوق أقارب ولا يبالي، ويظن أنه بسبسته بمظاهر الطاعات هذه بتكفيه، أو أنه أفضل منهم كلهم وخير أهل البلد كما يظن، وهي سفعات من إبليس تراها أهل البصائر في وجهه يسفعه بها الشيطان وليس على حق. فلذلك ينبغي نعتني باليقين وعزيمة الصبر. من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبالي ما فاته من قيام الليل وصيام النهار، فإن قيامه في الليل بركعات خفيفة تعدل ركعات الثاني قليل اليقين طول الليل، بل لا تساوي أعماله في السنة ركعة واحدة من ركعات هذا في ليله، لصلاح حاله مع الله والاستقامته مع مولاه ولهيبته من ربه ولخشيته ولخشوعه. ذاك عنده صورة في القراءة والقيام وليست عنده حقيقة. نعم.
بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى يقصر ولا يقصر عامل حتى يقصر حتى يقصر يقينه. وقد يعمل الضعيف إذا كان متيقنا أفضل من العمل القوي الضعيف في يقينه، ومن يضعف يقينه تغلبه يعمل العمل الضعيف إذا كان متيقنا أفضل من العمل القوي من الضعيف في يقينه. نعم. ومن يضعف يقينه تغلبه المحقرات من الإثم. وقد كان يحيى بن معاذ يقول: إن للتوحيد نورا وللشرك نارا، وإن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين. واليقين على ثلاث مقامات: يقين المعاينة، وهذا لا يخلق خبره، فالعالم به خبير وهو للصديقين والشهداء، ويقين تصديق واستسلام وهذا في الخبر، والعالم به مخبر مسلم وهذا يقين المؤمنين وهم الأبرار، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فقوله تعالى جده: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد يضعف هؤلاء بعدم الأسباب ونقصان المعتاد، ويقوون بوجودها وجريان العادة، ويحجبون بنظرهم من الأواسط، ويكاشفون بها، ويجعلون مزيدهم وأنسهم بالخلق، ويكون نقصهم ووحشتهم بفقدهم، ويكون من هؤلاء الاختلاف، ويتلونون بالخلاف لتلوين الأشياء وتغييرها عليهم. فالانقطاعات إلى الكائنات هي سبب كثرة النزاعات والخلافات، وشهود المكون أبعد لظلمة الخلاف والنزاع من القلب، تبعد ينقطع مادتها من القلب إذا شهدت المكون تتأدب، ما عاد تنطلق ولا تنشط للمخاصمة والمنازعة، أدب مع المكون جل جلاله. ولكن بضعف شهود المكون والانقطاع بالكائنات تغلى من داخلك من أجلها، وتتقلبها لأنك كلت إليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الآن آخر الجزء الأول من هذا الكتاب، نبدأ في الغد إن شاء الله في الجزء الثاني من كتاب قوت القلوب، نختم الجزء الأول بقوله: المقام الثالث من اليقين، وهو يقين ظن يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال العلماء، ويجد هؤلاء المزيد من الله تعالى والنصيب منه لهم، ويضعف بفقد الأدلة وصمت القائلين، وهذا يقين الاستدلال، وعلوم هذا في المعقول، وهو يقين المتكلمين من عموم المسلمين من أهل الرأي وعلوم العقل والقياس والنظر. وكل موقن بالله تعالى فهو على علم من التوحيد والمعرفة، ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه، ويقينه من نحو صفاء إيمانه وقوته، وإيمانه على مقتضى معاملته ورعايته. فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عين اليقين، وهذا مخصوص المقربين في مقامات قربهم، هذا هو الذي يفضي بهم إلى مراتب حق اليقين، وليس فيها إلا النبيين وكمل ورثتهم من الصديقين المقربين أهل حق اليقين. أما أهل علم اليقين فكثير من المؤمنين الراسخين، وأما أهل عين اليقين فهم أولياء الله، عامة الأولياء وأكثر أهل الولاية. قال: وهذا مخصوص للمقربين في مقامات قربهم ومحادثات مجالستهم، يجالسون الملائكة فيكثر حديثهم مع الملائكة في قلوبهم، ويجالسون الرحمن فيكثر الإلهام لهم من قبل الرحمن. قال الله تعالى عن المرأة الصالحة يوحانذ، هي أم سيدنا موسى، قال: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما هذا المحادثة الطويلة؟ ما هذه المكالمة؟ ما هذه المجالسة؟ هذا من جليسها الرحمن، لأنها كانت صاحبة قلب جليس الرحمن جل جلاله، فأرحمها الله وأوحى إليها هذا الإيحاء الإلهامي، ليس خاص بأم موسى، الصالحات كلهن من بني إسرائيل من قبلهم ومن بعدهم، والصالحون كذلك.
حتى إنه منه معنى، هذا معنى مخصوص، منه معنى عام يحصل حتى في الحيوانات. قال تعالى في نص القرآن: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك. فلما أوحي إليها بهذا الوحي وهي طبقت حلت البركة، فصار الذي يخرج منها شفاء يخرج من بطونها لأن طبقت الوحي. لما طبقت الوحي نزل منها الشفاء. أفلا ترى أن من يوحي الله إلى قلوبهم بالإلهامات الصادقة من معاني القرآن ومعاني السنة فيمضون على ذلك ما يخرج منهم الشفاء؟ إن خرج من الحشرات هذه من الحيوانات هذه شفاء الأجسام، فهؤلاء يخرج منهم شفاء القلوب والعقول والأرواح، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، كما قال ربك جل جلاله. قال: فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عين اليقين، وهذا مخصوص المقربين في مقامات قربهم ومحادثات مجالستهم وما وأنسهم ولطيف تملقهم، ويعبرون عن هذه المنازلات الشريفة بالمسامرات، والمسامرات الربانية المسامرات، فهي أعلى ما يتذوبه الأرواح، الله لا يحرمنا النصيب. قال: وأدنى العلوم علم التسليم والقبول بعدم الإنكار وفقد الشكوك، وهذا لعموم المؤمنين وهو من علم الإيمان، ومزيد التصديق وهذا لأصحاب اليمين، وبين هذين مقامات لطيفات من أعلى طبقات المقربين إلى أوسط المقامات، ومن أدنى طبقات أصحاب اليمين إلى أعلى أواسط الأعلين، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. اللهم أنزلنا علي درجات، وارفعنا في رفيع المقامات، وشرفنا بالحظ الوافر من هذه العطايا العظيمات، لا تحرمنا يا رب خير ما عندك لشر ما عندنا، واجعلنا وإخواننا هؤلاء ومن يسمعنا وأحبابنا ممن تمدهم بنور اليقين وتزيدهم منه في كل لحظة وحين ما دمنا في الحياة، ولا تأتي أحدنا الوفاة إلا وهو على أعلى المراتب في اليقين. آمين يا رب، آمين يا رب. ارزقنا التمكين في كل مقام من مقامات اليقين، ارزقنا يا ربنا رسوخ القدم في علم اليقين وفي عين اليقين، وأكرمنا بحق اليقين، وأثبتنا في ديوان المتقين يا ربي. آمين. وأنت بالصدق قل لربك آمين، فإننا نسأله وهو يعطي، ولا تأتي في القيامة واحد جانبك أعطي وأنت لم تعطى بسبب عدم صدقك، بسبب عدم وجهتك، بسبب عدم حضور قلبك، بسبب عدم استحضار عظمة من نخاطبه. لسنا بين أيدي جدران، ولا بين أيدي أصنام، ولا بين أيدي شيء من الجمادات، نحن نخاطب حيا قيوما قديما قديرا سميعا بصيرا عالما متفضلا محسنا إلها ربا خالقا وهابا معطيا أحدا واحدا فردا صمدا لا شريك له إنه الله. فيا الله أكرمنا وإياهم، يا الله أكرمنا بعلم اليقين وعين اليقين، والحقنا بأهل حق اليقين، وفر حظنا من اليقين يا ربي، هب لنا منك حسن اليقين وعصمة الصدق وصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا جميل ونور توفيق به نستقيم وحسن تأييد وعونا يدوم، فإنك الدائم وجودك عميم، نرجوك تعطينا الذي نرتجي بمحض فضلك لا بجهدنا الذميم. يا الله يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا الله، أكرمنا وإياهم بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والحمد لله رب العالمين. رأى في الكتاب
ما أشار إليه من آيات القرآن في إثبات علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هو كذلك. ولكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قل في السنة الكريمة. وحقيقة ذلك اليقين هي منزلة في مبادئ معاني حق اليقين. حقيقة اليقين هي مندرجة في أول مراتب حق اليقين، واعتبارها شيء رابع باعتبار تفصيل خاص، وإلا فهي من جملة أجزاء حق اليقين بعد عين اليقين. فما حقيقة إيمانك؟ فهي نهايات عين اليقين ومبادئ حق اليقين، حقيقة الإيمان. عبر عنها في هذا الحديث سيدنا حارثة بقوله: أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة يتنعمون فيها، وأسمع أهل النار يتعاون فيها. وعزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الله يرضى عنه. وقد استشهد وهو ابن 18 سنة في غزوة بدر. وفي البخاري عند رجوع النبي من الغزوة قالت أم حارثة: يا رسول الله، أين ابني حارثة؟ قال: استشهد في سبيل الله، احتسبيه عند الله. قالت: إنك تعلم منزلة حارثة مني، وليس لي من الولد غيره، فأخبرني أين ابني، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع. قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله 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 الله، هنيئا يا حارثة، أرانا الله وجهك، جمعنا الله بك في دار الكرامة. عليك سلام الله بعد نبينا الذي به بلغت الدرجة. قد كنت في أهل الشرك والكفر، لكن نور محمد استطاع عليك فهداك إلى ربك، فذقت حقيقة الإيمان، فكنت من أهل بدر وأصبت الفردوس الأعلى. فعليك الرضوان وعليك التحية والإكرام، والله ينظر إلى شبابنا بنظرة من سر ما أودع في قلبك، ليعرفوا كيف يكون الشباب، وكيف تكون علوم الشباب، وكيف تكون أذواق الشباب. أصبحت مؤمنا بالله حقا. تقوية اليقين وعزيمة الصبر بحسن التدبر والتأمل للآيات فيما يتعلق بشؤون اليقين والصبر، وقراءة أخبار أهل اليقين والصبر، ومجالسة أهل اليقين والصبر، فبهذا يتحصل تقوية اليقين والصبر، والله أعلم. الله الله حسن الختام يا الله، واعطنا ما قد سألنا.